كي تسمع حقوق وحريات اول حاجه جي بالك حريه التعبير اهم مكسب لتوانسه الكل بعد الثوره. كيف نقولوا حقوق وحريات؟ نقولوا انسان ضروره وحياه كريمه. عندنا حريه المعتقد، حريه ابداء الراي، حق العمل، حق المشاركه في العمل الجمعياتي. عندنا حريه التعبير، حريه الفكر، حريه الصحافه، حق التعليم، حق الصحه، حق المساواه، وحق العمل، حق الانتخاب. الرأي ما عندهاش قيمه منذ تخلقه للراك، تسطر فيه سميتك وتعيشها كما تحب بالطريقه اللي تحب، بمعتقداتك، بافكارك، بابداعك، بتوجهاتك، باللي تحب وتعيشها على كيف. الحقوق هو انه يكون عندي الحق نعيش في بلاد حكامها يحترموا رواحهم قبل. والحريات مش نعمل اللي نحب ونقول حريه. الحقوق والحريات في زمن الكورونا تبدلت، بالنسبة للحرية صار عليها تضييق في بعض الأحيان، ناس تخنقت وطالبت بأكثر حرية، وبالنسبة للحقوق فما ناس تهمشت في جائحة كورونا، هذاك علاش طالبت وذكرت بضرورة تمتعها بالحقوق متاحها. الحد من تنقل بين الولايات، وزاد الحد من حرية العمل والتعليم الحضوري، كل شيء ولا اونليني في البريد. في محدوديه حريه التنقل والغاء حريه التجمع، الغاء حق العمل في بالنسبه لبعض المجالات. كما حقنا في الحياه وحريتنا مش نعيش حياه نحبها. هو اني نسلم على بيت اللي نحبهم وقابل. هو حقي في الصحه، ولكن من الحريات انه احنا ما اكتسبنا حتى حريه، حريتنا زادت نقص. الكورونا تسامبلومون هي قفص الحريه، محصور في الدار نجم تعمل شاي، كونيكسيون ما تخليك تعمل شاي، وضع ما تخليك تعمل شاي، هذه كي